مساء الخير للجميع، فقرة جديدة من فقرات فائز بنوبل، واليوم مع جوزيف روديارد كيبلينغ. جوزيف روديارد كيبلينغ كان كاتبا وشاعرا إنجليزيا. من أهم أعماله كتاب الأدغال، وهو عبارة عن قصة قصيرة. حصل هذا الكاتب على جائزة نوبل سنة 1907، وبذلك يكون هو أصغر حائز على جائزة نوبل وأول كاتب باللغة الإنجليزية يحصل عليها. حينما منح روديارد كيبلينغ جائزة نوبل في الأدب لعام 1907، جاء في حيثيات الأكاديمية السويسرية أنه فاز بها نظرا لقوة الملاحظة وأصالة الخيال والموهبة الرائعة في السرد التي ميزت إبداعات هذا المؤلف المشهور عالميا. ولد روديارد كيبلينغ في 30 من ديسمبر سنة 1865 في مومباي بالهند، التي كانت آنذاك جزءا من الإمبراطورية البريطانية، لوالدين هما أليس كيبلينغ وليكود كيبلينغ. وتعهد الخدم الهنود برعاية كيبلينغ ودرس اللغة الهندستانية على أيديهم قبل أن يدرس الإنجليزية. وعندما بلغ 5 أرسله أبواه إلى المدرسة في ساوتسي في هامبشاير بإنجلترا، وعاش مع وصي عامله بقسوة. وقد عبر كيبلينغ عن تجارب طفولته المبكرة غير السعيدة في بعض قصصه. وفي سن 12 التحق كيبلينغ بكلية الخدمات المتحدة بإنجلترا، وكانت هذه المدرسة قد أنشئت بصفة خاصة لتعليم أبناء ديفون من الضباط العسكريين الذين لم يكونوا قادرين على الالتحاق بالمؤسسات التعليمية المرتفعة التكاليف. وكتب كيبلينغ عن هذه المدرسة في مجموعة بعنوان ستوليكي وشركاؤه سنة 1899، وقد تحمل التخويف والنظام الصارم في المدرسة وأقام صداقات ونمى قدراته الأدبية. وفيما بعد عد كيبلينغ هذه المدرسة نموذجا لتدريب قادة المستقبل البريطانيين. وعندما بلغ كيبلينغ سن 17 رفض عرض والديه لإلحاقه بالجامعة، وبدلا من ذلك رجع إلى الهند والتحق بهيئة موظفي الغازيت المدنية، وهي صحيفة كانت تصدر في منطقة هي باكستان الآن وتسمى بلاهور. وعلى الرغم من ضغوط الوظيفة بدأ كيبلينغ بعد وقت وجيز في كتابة القصائد والقصص القصيرة، وقد نشر العديد من هذه الأعمال المبكرة في هذه الجريدة وفي جريدة الله أباد بيونير. وسافر كيبلينغ إلى إنجلترا عام 1889 للعمل مراسلا للغازيت. وبعد وصوله بوقت قصير نشرت جريدة التايمز اللندنية ذات الشهرة العالمية في ذلك الوقت نقدا امتدحت فيه كتاباته، وقد كان هذا النقد هو أول وأهم اعتراف به ككاتب. وفي عام 1892 انتقل كيبلينغ إلى الولايات المتحدة وكتب هناك روايته بالاشتراك مع صديق أمريكي هو ويلكوت بالستير، ولم يحالف كتابهما نولاكا النجاح أبدا. وفي عام 1892 تزوج كيبلينغ من أختي بالستير، وعاش الزوجان في براتلبورو بفيرمونت إلى أن انتقل إلى إنجلترا سنة 1896. تتناول معظم أعمال كيبلينغ الأولى عظمة الإمبراطورية البريطانية. وخلال أواخر التسعينيات من القرن 19 الميلادي أنتج عددا من مجموعات القصص القصيرة، وأشهرها حكايات بسيطة من التلال سنة 1888 وجنود ثلاثة سنة 1888
والشبح ريكشو سنة 1889، وقد جعل كيبلينغ من الجنود البريطانيين وعمال الحكومة أبطالا، ووصفهم بأنهم ناشروا العدل في بلاد بعيدة، وتضافرت مهاراته الفنية ومعرفته بالهند لتجعل كتاباته مقنعة. كتب كيبلينغ أول رواية له بعنوان الضوء الذي خبى سنة 1890 بعد عودته إلى إنجلترا من الهند بوقت قصير، ولم ينل هذا الكتاب شهرة كبيرة أبدا، ولكنه أظهر أن كيبلينغ باستطاعته أن يكتب بتعاطف عن مواضيع غير متصلة بالإمبراطورية البريطانية. وتدور الرواية حول جندي فنان شاب يواجه العمى المتوقع وفقدان حب امرأة، ويقدم على الانتحار عن طريق تعريض نفسه لنيران العدو عن قصد. وعندما نشرت قصائد شعبية في غرفة الثكنات عام 1892، وهي مجموعة من القصائد كتبت بلهجة الكوكني اللندنية، نال كيبلينغ مزيدا من الشهرة. ويقدم النصف الثاني من هذا الكتاب وصفا للجندي تومي أتكنز ومتاعبه من الأيام التي قضاها مجندا في الجيش حتى تقاعده عن الخدمة العسكرية. وكان الكتاب الأول من نوعه في الأدب الإنجليزي الذي يصف بطولة الجندي البريطاني العادي وتفانيه الهادئ في القيام بواجبه، ويحتوي على قصائد شعبية، قصائد مشهورة مثل داني ديفر وفيزي ويزي وجان جاندان والطريق إلى ميندلاي. وكسب كيبلينغ جمهورا عالميا كبيرا من القراء بقصصه التي كتبها للأطفال، وأشهر مجموعاته القصصية كتاب الغابة سنة 1894، وكتاب الغابة الثاني سنة 1895، وحكايات تماما هكذا سنة 1902. ويصف مغامرات ماوكلي الطفل الهندي الذي يضل طريقه في الغابة ويجد الحماية من عائلة من الذئاب. وقد جعل كيبلينغ الغابة تبدو عالما سياسيا واجتماعيا متكاملا، كذلك جعل لكل حيوان طريقة مميزة في التفكير والتمثيل. وقد أقلق وجود ماوكلي وذكاؤه الإنساني جماعة الحيوان، وبعد مرور عدد من السنين عاد ليعيش بين بني البشر. وقد بدأ كيبلينغ في بداية القرن العشرين الكتابة جديا عن الناس في إخلاصهم في الحرب ونفعهم للبريطانيين، وسافر إلى جنوب إفريقيا مراسلا ليغطي الحرب التي كانت بين الإنجليز والبوير، والتي حققت فيها بريطانيا السيطرة على جمهوريتين إفريقيتين. وتعكس قصته الطرق والاكتشافات سنة 1904 التي كتبها بعد عودته من جنوب إفريقيا قليلا من إنسانيته السابقة. وأصبح كيبلينغ غير محبوب بدرجة متزايدة، لأن الكثير من الناس بدأوا في معارضة الاستعمار، وبدأت شهرته بين النقاد تخبو بعد سنة 1910. ويتفق النقاد اليوم بصفة عامة على أن كيبلينغ كان كاتبا مشهورا وساهم بأعمال عديدة مهمة في الأدب. بقي كيبلينغ يكتب إلى أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، لكن بوتيرة أقل وبنجاح أقل بكثير من ذي قبل. مات كيبلينغ بسبب ثقب في 12 بتاريخ 18 من يناير سنة 1936، قبل يومين من وفاة الملك جورج الخامس، وكان عمره آنذاك 70 سنة. أحرق جثمان كيبلينغ في محرقة جولدريس جرين، ودفن رماد جثته في ركن الشعراء. وختاما لقصة حياة أصغر فائز بجائزة نوبل، لابد أن أسرد لكم أشهر قصائده. لو نجحت في الحفاظ على عقلك
بينما كل من حولك يفقدون عقولهم ويلومونك على ذلك لو وثقت بنفسك حين يشك بك الجميع واختلقت رغم هذا أعذارا لشكوكهم، لو استطعت الانتظار ولم تسأمه، لو كذبوا عليك ولم تنغمس في الكذب، لو كنت مكروها ولم تطلق العنان للكراهية، ولم تتخذ رغم هذا سيماء المفرطين في النبل أو حديث المغلين في الحكمة، لو استطعت أن تحلم ولم تجد الحلم مولاك، لو استطعت أن تفكر ولم تجعل الفكرة غايتك، لو التقيت بالظفر والهزيمة وعاملت أولئك المخادعين على السواء، لو تحملت أن تسمع الحقائق التي خرجت من فمك يلويها الأوغاد ليخدعوا بها الساذجين، أو تراقب ما وهبت عمرك من أجله وهو يحطم لكنك تنحني وتشيده من جديد بما تملك من أدوات بالية، لو جمعت مكاسبك كلها في كومة واحدة وغامرت بها في جولة واحدة من لعبة رمي النقود وخسرتها جميعا وعدت لتبدأ من جديد ولم تنبس بحرف عن خسارتك، لو استطعت أن ترغم قلبك وأعصابك وأوتار جسدك كي يعنك على البقاء رغم اندثارهن فتواصل المسير حتى لا يبقى فيك شيء إلا الإرادة التي تقول لهن واصلن، لو استطعت التحدث مع الجموع دون أن تفقد فضيلتك، أو سرت مع الملوك ولم تفقد إحساس العامة، لو أخفق الأعداء في إيدائك، لو حسبت لكل رجل حسابه ولم تبالغ به، لو ملأت الدقيقة التي لا تغفر بستين ثانية من جري المسافات ستكون لك الأرض وكل ما عليها، وتكون، وهذا هو الأهم، رجلا يا ولدي. شكرا لمتابعتكم، وإذا أعجبكم هذا المحتوى المرجو الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك.